السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. بالنسبه اللي يدفع البكالوريا حره، راه بداو كيحطوا الاستدعاء الخاصه بالامتحان الوطني وكذلك الجهوي. لهذا الخوت غادي نتعرفوا على الطريقه كيفاش نقدروا نستخرجوا هذا الاستدعاء من خلال الموقع اللي ديجا تسجلنا فيه اول مره، ونعرفوا لادات امتى عندنا الامتحان الوطني والجهوي وكذلك رقم الامتحان. خليكم معايا الخوت في هذا الفيديو، بداو على بركه الله. غندخلوا لشي متصفح عندنا في الهاتف ديالنا اولا في البيسي، وغادي نتوجهوا لمحرك البحث في جوجل، وغادي نكتبوا كونديداتور على هذا الشكل bac.gov.ma على هذا الشكل، وغادي يطلع لنا هذا الموقع. بطبيعه الحال هذا الموقع غنخلي لكم في صندوق الوصف، غير الضغط عليه غادي تفتح معك هذه الصفحه على هذا الشكل. انا كما تلاحظوا معايا هذا هو الموقع اللي تسجلنا فيه اول مره. حنا دابا غادي نمشيو نكليكو على هذا التسجيل الدخول، ندخلوا للحساب ديالنا. هنا مباشره كيعطيونا ندخلوا اسم المستعمل وكلمه المرور. بالنسبه لاسم المستعمل راه هو رقم البطاقه الوطنيه التعريف ديالك، وكلمه المرور راه عطاوها لك اولا راه تلقاها في الجيميل ديالك. كذلك بالنسبة اللي نسى على كلمة السر، هذه هنا تلقى نسيت كلمة السر، وغادي تعمر هذه المعلومات رقم البطاقة الوطنية تاريخ الازدياد وتكتب هذا الرمز، وغادي توصلك كلمة السر ديالك. دابا نرجعو انا لخوت هذا الموقع، وغادي ندخل هذه المعلومات الخاصة بي، اسم المستعمل وكلمة المرور، بعدها نكليك على تسجيل الدخول. مباشرة فاش تكليك على تسجيل الدخول غادي تفتح معاك لاباج ديالك. كما تلاحظوا معايا هذا هو الملف ديالي، هنا لقى جميع المعلومات ديالي، الاسم الشخصي، كاع المعلومات اللي كتدخلت. وغادي نهبط للاسفل ديال الصفحه، هنا لقى هذا الحساب ديال التعليم بوما، مازال نحط لكم فيديو عليه. وفي الاسفل ديال الصفحه غادي تلقاو الاستدعاء، هنا تلقى تحميل الاستدعاء اجتياز امتحان البكالوريا. مباشره فاش تضغط عليه غادي تيلشارج معاك الاستدعاء بشكل عادي، وغادي تفتح معاك على هذا الشكل. هنا كتلقى المعلومات ديالك، الاسم ديالك، النسب، وهنا كتلقى المواد اللي غادي تدوز سواء الجهوي او الوطني، وكذلك كتلقى المعلومات الخاصه برقم الامتحان. وبها كتكون خرجتي الاستدعاء. تقدر دابا تمشي تطبعها عند تيمول السبير بدرهم وتديها معاك. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا تحطات اي مواضيع على هاد الشكل يوصلكم على شكون نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلاه السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.